اللسان. شعر محمود خير الله، مصر. حين كنت صغيرا كان القطار كلما مر أمام بيتنا القديم بصفيره العالي الذي يخترق الأحلام والتراب الذي ينشره بمنتهى العدل على الشبابيك والنوافذ هو أكثر الأشياء حزنا في حياتي. يكفي أن الجدران كانت تهتز له، يكفي أن الجدران كانت تهتز له فتهبط من السقف قطع صغيرة تسقط مباشرة في عشاء العائلة. الأحجار التي لم تكبر ولم تصير بيوتا كانت مرارتها من ذلك النوع الذي لا يفارق اللسان. هذه الأحجار كانت لعنة مرة، خطيئة بطعم كريه، لأن من يتذوق لحم البيوت صغيرا لن يخلص من شرها أبدا. صدقوني، حين صرت كبيرا أصبحت البيوت تنفجر فوق رأسي كل عدة أعوام بسبب تلك المرارة العالقة في اللسان. يؤسفني أن الحياة كانت دائما مرة، مثل قطار ليل بطيء يلحس الأرض من العابرين، تاركا رجلا وحيدا على الرصيف خانته قدماه ولم تعلق روحه باليد التي تدلت لتنتشله من آخر الأبواب. الحياة هي تلك اللحظة التي يقرر فيها رجل يائس أنه ركض كثيرا في هذه الدنيا مثل الأحصنة، ركض بما يكفي لكي يتوقف فجأة لأنه لم يعد يريد اللحاق بأي أحد. الحياة هي تكتكة العجلات المغادرة بينما اليد ممدودة لا تزال في هذا الخلاء القاسي. حين كنت صغيرا كنت أعتبر الحياة نوعا من اللعب، أحرك القطارات بإشارة من يدي، أمد أصابعي فتنقلب عرباته، أو أفتح له القضبان عمدا فيهبط الركاب في الوقت. لقد أهنت الآلاف وهم يهرعون من القطار الذي عاد به والدي من بلد لا تعرف عن القطارات سوى أنها نوع من اللعب. حين ولدت أطلق العالم من أجلي صافرة وامتلأ قلبي بالمهاجرين. إنه القطار العاشرة، تقول أمي وهي تتلف ضحكتها. كنت حزينة وأنت في بطني، مات جدك قبل أن تولد، خالك كان على الجبهة وأبوك في بلد بعيد. سامحني، لقد سبق القطار الجميع وأذن في أذنك يا ولدي. شكرا.